محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أقوال المستشرقين. أقوال بعض المستشرقين الذين أعجبوا بالرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. الدكتور زويمر مستشرق كندي قال في كتابه الشرق وعاداته إن محمدا كان ولا شك من أعظم القواد المسلمين الدينيين، ويصدق عليه القول أيضا بأنه كان مصلحا قديرا وبليغا فصيحا وجريئا مغوارا ومفكرا عظيما، ولا يجوز أن ننسب إليه ما ينافي هذه الصفات، وهذا قرآنه الذي جاء به وتاريخه يشهدان بصحة هذا الادعاء. أرنولد توينبي مؤرخ بريطاني معاصر له مؤلف شهير في 12 جزءا وهو دراسة التاريخ، يقول فيه: لقد أخذت سيرة الرسول العربي صلى الله عليه وسلم بألباب أتباعه وسمت شخصيته لديهم إلى أعلى عليين، فآمنوا برسالته إيمانا جعلهم يتقبلون ما أوحي به إليه وأفعاله كما سجلتها السنة.